شو بدنا ناكل اليوم؟ اليوم رح نتعلم نعمل حلو سريع وهين مع بيستاشينو. على هيدا الكود بتلاقوا كتير وصفات تانيين كمان فيكن تستعملون. بمقلاية حطينا زبدة وحطينا سميد، حركناهن لخمس دقايق. بمقلاية تانية حطينا السكر والمي، ورح نضلنا نحرك ليصير لون المي فاتح. منرجع منزيد عليهم خليط السميد يلي هلأ حضرناه. كل الخبرية ما بتاخد أكتر من 10 دقايق على النار. منضلنا منحركهم لحتى نحصل على عجينة مثل هاي. وهولي الخطوات لازم نعملهم بسرعة، هي والعجينة بعدها سخنة. ورح نرجع نزيد عليهم ملعتين من كريمة الفستق من بيستاشينو. منحركهم منيح حتى يصيروا لون واحد، فيكن تكتروا أو تقللوا كمية الفستق حسب انتو شو بتحبوا. بحيل لقالب عندكن ياه بتحطوا بقلبه شوية من العجينة يلي حضرتوها، بتفضوا نصها، بتحشوها كريمة أو قشطة أو أي شي تاني بتحبوه. بترجعوا بتستعملوا كلينك فيلم لحتى تعملوا طبقة رقيقة من العجينة لتسكروا فيها الكعب، وبدنا نحطهم ليلة كاملة بالبراد. فيكن تشوفوا كل المكونات بالتفصيل موجودين بالكابشن تحت الفيديو. زينوهم بحيال اشياء انتو بتحبون، وبدي اقلكن انو طلعوا كتير طيبين. استعملوا برومو كود where to eat lb لحتى تحصلوا على 20% ديسكاونت وفري دليفري بكل لبنان.